السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إلا كان ممكن أعطيني الاسم الكريم وارفع شوية الصوت ديالك. أنا سيدي يوسف القرط من أدلف نواحي التنغير. يوسف القرط. القرط. من نواحي التنغير أدلف. أدلف نواحي التنغير. الجنوب الشرقي. أسيدي تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. سي يوسف من خلال الدردشة اللي كنا هضرنا قبل ما نصوروا أنها عندك شي مشكل شي ملاحظة بغيت تلاحظها رغم أنك أنت شاب. اللي حوزتي الحمد لله مشيتي لاوروبا وخدمتي وانت صنعتك الزليج. اوروبا مشينا لفرنسا مشينا لطاليان مشينا لاسبانيا وخدمنا في المغرب الحمد لله واخيرا مشيت للجزائر. دخلت للجزائر؟ واش مشيت بالطياره ولا مشيت حارق؟ مشيت حارق للجزائر مؤخرا هي اللي الدوله الاخرى اللي مشيت ليها. اييه شحال هادي ملي كنت في الجزائر اخر مره؟ في شهر جوج في 2017. شهر جوج 2017 كنت في الجزائر. أيه. وقول لي يعني واش الخدمه في الجزائر موجوده والثمن مزيان ولا؟ الخدمه موجوده الحمد لله الخدمه موجوده والثمن كاين احسن من المغرب. الثمن كاين. الثمن كاين رغم الصرف ديالهم طايح؟ رغم الصرف طايح كاين الثمن. يعني الصرف مليون جزائريه شحال كنتوا تصرفوها مغربيه؟ نصرفوها شي 700 درهم. 700 درهم. 700 درهم وكيشيط لكم الخير والبركه. الحمد لله. هنا بشحال كتخدموا في المغرب جورني؟ بحال انت صناعي ديال الجليج، صناعي ممتاز ديال الجليج بحال اللي كنشوفوا هنا، انت اللي خدمتي هاد لابيسين وخدمتي هاد الشيء تبارك الله عليك. 170 درهم هكا حتى 200 درهم. ثم هنا في المغرب ما بين 170 حتى 200 درهم. وفي الجزائر شحال كتخدموا؟ في الجزائر اصلا صناعي يعني شحال تربحوا في النهار؟ ان بي بي. تقدر تجيب حتى 1000 درهم حتى 1500 درهم. 1000 درهم 1500 درهم. تبارك الله عليكم، هذاك الشيء كتمشي للجزائر. أيه. إذا دابا غادي ندخلوا للموضوع ديالنا أيها الدار الكرام، هي أن السي يوسف عنده واحد الملاحظة أنه تشد في الجزائر، غادي يحكي لنا القصة ديالو ما نطولش عليكم، تشد في الجزائر، ومن بعد ما تشد في الجزائر عانى الكثير، غادي يحكي لنا. السي يوسف. نعم. تشديتي في الجزائر. أييه. في وسط الشونتي. أواه. هادشي اللي قلت لي. تشدي في الشونتي ودونا. أمام مدينة. في الجزائر. في العاصمة. في الجزائر العاصمة. من بعد الجزائر العاصمة داوكم فين داوكم؟ دانا سميتو البليدة. البليدة. شحال جلستي في الجزائر العاصمة؟ جلستي عند الدارك ديالهم ولا عند البوليس ديالهم؟ جلست عند الدارك وجلست عند البوليس في مصلحة أجانب جلست فيها ست سيمانة. سيمانة. كيفاش كانت المعاملة ديال الإخوة الجزائريين معكم أنتم مغاربة في السيلون في المعاملة؟ كيفاش كانت؟ صراحة في المعاملة. بغينا كل صراحة لأن حنا مغاربة والشعار ديالنا الله الوطن الملك. عاش الملك. وبغينا نعرفوا يعني المعاناه ديالك لان الناس النظاره ملي غادي يسمعوا هذا الشيء غادي يتفاجئوا لان الشيء اللي غادي يقول لكم غادي يتفاجئوا بزاف غادي يتفاجئوا ما تقلقوش. أيه. كاين شي مفاجاه هنايا وخصنا نوصلوها بكل صدق وامانه. منين تشدينا في الجزائر؟ علاش شويه يعني الميكرو؟ اللي بغا نوصل حنا انا دابا كنهضروا على المعامله الجزائريين. اييه. كنقول بانهم ما كيتعاملوش مزيان ولا شي حاجه. الصراحه الله الجزائريين تعاملوا معنا مزيان. تعاملوا معكم مزيان؟ تعاملوا معنا مزيان. من اي ناحيه؟ بأي ناحية؟ يعني باش تعاملوا معاكم مزيان، واش المعاملة الهضرة ولا الماكلة ولا؟ في كل شيء الصراحة في كل شيء. احكي لي كيقبضوك في السيلون الجزائر الصباح واش كانوا يوكلوكم مزيان؟ الصراحة كل نهار يعطينا فطور، أول حاجة كديرها تمشي للطبيب. كي دخلت تما تمشي للطبيب؟ أيه؟ لا في كل صباح. كل صباح تمشي للطبيب؟ أييه. والماكلة راه عندك فطور ديالك والغدا ديالك والعشاء ديالك. هذا الشيء في الكوميساريات. هذا الشيء في السيلونات. في السيلونات. الفطور الصباح شنو؟ قهوه حليب كاطو. هو هذاك الشيء كامل الفرماج الخبز القهوه. الحمد لله كل شيء موجود الحمد لله. الحمد لله كل شيء موجود. اييه واش هذاك الفطور اللي كانوا يفطروكم واش على حساب المغرب ولا على حسابهم؟ الله اعلم. لا عرفت. ما عرفناش. إذن جلستي في الجزائر العاصمة من بعد مشيتي للبليدة حتى هما كذلك نفس المعاملة. بليزان المهم حنا غاديين لوهران حتى وصلنا المهم شي 17 يوم ديال الطريق. 17 يوم وانتم كديبلاصاو من المنطقة لمنطقة من جهة لجهة حتى وصلتي للمغنية. أييه توصل. المغنية. المغنية دخلوكم للمغرب. دخلنا للمغرب. يعني قطعتوا الحدود. أييه. سلموكم للشرطة ديال المغرب. ديال المغرب. احكي لي منين دخلتي للمغرب اي مدينه؟ مدينه وجده. في وجده. واه. منين دخلتي للمغرب كيفاش كانت الظروف وش؟ الظروف الصراحه حنا كانت المغرب ديالنا وكان كنقولوا المغرب ديالنا مغرب حقوق الانسان. اييه مغرب الحق والقانون. كنقولوا بانهم زعما يعني خوتنا الجزائريين ما يتعاملوش مزيان وداك الشيء ولكن منين وصلنا للاسف لقينا العكس. اييه. منين وصلنا للمغرب
للاسف لقينا العكس. احكي لي دابا، راك حكيت لي في الجزائر قلت لي وكلوكم شربوكم داووكم، انتم مغاربه وكل شيء اللي كان تما كيعاملوا المعامله ديالهم. اذا في المغرب كي دخلتي لمدينه وجده، انت عمرك ما جيتي لوجده يمكن اول مره؟ ما جيت لوجده، ما عندك لا حساب لا مع البوليس لا مع هادي لا مع اول مره كيجي لوجده. اول مره شحال جلستي في السيلون في وجده؟ دخلت النهار كل يومين ونص. يومين ونص، يعني كيفاش كانت المعامله ديال البوليس للمغرب ديال مدينه وجده؟ هذه حاله خاصه لان ماشي هذا الشيء ما كيطبخش على المغرب كامل. اييه انت كنهضروا على مدينه وجده حاله خاصه. داكشي اللي وقع في وجده. اشنو وقع لكم في وجده؟ في وجده المعامله الصراحه للاسف معامله، اش غنقول لك؟ هذا الشيء كيفاش معامله؟ واش معامله للهضره ولا لا؟ الهضره ولا في سميتو لا الهضره ولا المعامله ديال الدخل، لا ما كان لا ماكله لا حتى حاجه. المعامله مزيانه. كيفاش ماكله الصباح؟ واش نعطوكم في وجده؟ حتى حاجه. والو والو. وفي الغداء؟ والو. وفي العشاء؟ والو. بقيتوا بالجوع 24 ساعه؟ انا 24 ساعه كليت فيها خبزه عطاه لي السيد كاين تما. 24 ساعه ولا 48 ساعه؟ لان قلت لي جلست يومين ونص. 48 ساعه حقاش النهار الاول يعني في نص النهار. وبقينا تمايا فهمت، يعني نص النهار ديال الطريق. اي 48 ساعه. اي حتى ذاك النهار ما كلينا والو من ذاك الفطور اللي كلينا في الخمسه. ما كليتو والو؟ ما كلينا والو. ما عطاوكم لا والما موجود؟ الما كاين ديال الروبيني تما. تاع المرحاض؟ تاع المرحاض. روبيني واحد في المرحاض؟ تشربوا منه وتغسلوا منه وكل شيء. اذا الماكله ما عطاوكمش في وجده، هذا الشيء راه ما كاينش. لا خبز لا لا والو، ما كاين حتى حاجه. بقيتو بالجوع؟ بقينا بالجوع. واش نتوما كنتو بزاف؟ احنا على اقل على اقل على اقل راه كاينه شي. احنا واش اللي جايبين في الجزائر؟ اللي كنتوا في الجزائر شحال جابوهم واحد؟ جابوا على اقل راه شي تقريبا شي 40. 40 واحد؟ هذاك الليله تمانا شي 40 واحد. واللي كانوا في الوجده كذلك واحد العدد كذلك. المهم سلمان تاع عمرين معامله سيئه، اش غنقول لك؟ ماشي معقول. يعني جابتك الغيره انت هذا الكلام اللي كتقولوا؟ جابتك الغيره كما قلت لي على البلاد ديالنا وعلى حقوق الانسان، كيفاش حنا دوله ديال الحق والقانون وحقوق الانسان كيوقع هذا الشيء في مدينه وجده؟ ايوا مدينه وجده بالذات. حنا ما كنعموش ما كنقولوش كاع المغرب، لان الحمد لله الناس حكاو لنا ان الحمد لله، ولكن ربما حاله خاصه في مدينه وجده. شنو بغيت تسول انت؟ على من بغيت تسول؟ وشنو بغيت تقول؟ وشنو بغيت توصل للراي العام؟ بغيت نوصل يعني الا كاين شي ميزانيه ديال ديال سمع ديال هذا الشيء هذا فين كتمشي؟ يعني واش نوصل يعني للمسؤولين، نوصل للمسؤولين هذا الشيء هذا باش يعرفوا اش كيوقع؟ يعني كتسول على الميزانيه، واش هذا المسجون ملي كيتسجن 48 ساعه واش كاين شي ميزانيه؟ واش كياكل؟ واش عندكم شي ميزانيه باش تاكلوه وتشربوه ولا ما عندكمش؟ الا عندكم ميزانيه قلت لي فين هي؟ ولا ما عندكمش؟ اذا هنا قلت لي غادي نناشد رئيس يعني الحكومه باش ينتبه لهذا الشيء. يعني الانسان دار شي حاجه خارجه من القانون كيتعاقب. يتعاقب ايه؟ ولكن خص بالقانون بالقوانين. اي يتعاقب، ولكن ما تحرمش من الماكله والشراب والنعاس وداك الشيء، كيتعاقب على الجريمه اللي دار. انتم درتوا خطا ودرتوا يعني جيتوا ماشي خطا. الحمد لله كنقول ماشي خطا، انا مشيت نخدم على راسي. خاصه يعني مشيت تخدم على راسك، ولكن كيفما كان الحال مادام مشيت بطريقه غير قانونيه فهذا يسمى عمل غير قانوني، ما كاين مشكل. ولكن اللي هو خاطر في الامر اللي كتقولنا، يعني كيفاش جيتي لمدينه وجده وجلستوا 48 ساعه زايد نص نهار ديال الطريق من الحدود لهنا بلا ماكله بلا شرب؟ ايوا هذيك الحاجه هي اللي علاش كنهضروا دابا. وقلت لي اللي جابتك الغيره هي ان كاين بعض الاخوه الجزائريين كانوا محبوسين معكم. كاينين واه كاين شي تسعه. تسعه حتى هما بقوا بالجوع؟ بقوا بالجوع. الجوع ما شافوا ما كلاو كاع ساكن. اذا ايها النظار الكرام، بحال اللي كتشوفوا الان، حنا ما ضد وجده، ما ضد البوليس، ما والو، ما ضد. حنا كاملين بغينا نوصلوا هذه الرساله للراي العام للمسؤولين باش ينتبهوا لهذه القضيه. هذا واحد الشاب من مدينة أنيف اللي سبق له خدم في إسبانيا وخدم مجموعة من الدول، تفاجأ لوقيته اللي قبضوه في مدينة وجدة في الجزائر. قال لك أنا تفاجأت أن كان الطبيب وكانت المعاملة مزيانة وهذه وهذه، منين دخلنا لمدينة وجدة قال لك ما كان لا طبيب. وفي الدخلة شنو قلت لي دار شنو درتو في الدخلة؟ أول حاجة في الدخلة داونا نخملوا شي بيروات.
اكيد دخلوا مجرد ما جابوهم من الحدود بجيعانين يعني دخلوهم يحملوا شي بيرويات يحملوا وشنو فيهم داك البيرويات اللي كنتو تحملوهم؟ داك الوثائق وقيلا اللي ما بقاوش صالحين كراتن تقال اييه. من بعد السيلون جلسوا 48 ساعه في السيلون ما عطاهمش ولا خبزه وحده. وتخيلوا انتم واحد الانسان يجلس 48 ساعه واش راه ماشي معقول. ولهذا فهنا كنشوفوا السيد ولي الامن ديال مدينه وجده باش يشوف هذه القضيه ينتبه ويرد على هذا يرد على هذا الشيء هذا. وكذلك كنطلبوا من السيد وكيل العام اللي هو معروف معروف تبارك الله عليه بالنشاط ديالو معروف بالبحث معروف بالتحريات ديالو معروف باش يفتح تحقيق التحقيقات ديالو يشوف هذا الكلام اللي كيتقال يعني راه ماشي معقول. اذا كان هذا الشيء اللي كيتقال فهذا الشيء خطير فخصنا ما يبقاش هذا الشيء عندنا سواء في مجده ولا في اي دوله من اي مدينه من المدن المغربيه. وشنو تقولنا اخر كلام؟ كنشكر المغرب ديالنا ايوا نشكر عشاء الملك ورا ما كاينش بحال المغرب ديالنا الله ينصر سيدنا وهادشي اللي ما كاينش بحال المغرب ديالنا. وانت هاد الكلام كتقولو واش كتقول الناس كان اللي يقول لك غادي ربما ينتقم من البوليس بيناتهم شي حسابات؟ انت قلت لي اول مره كتجي ما عندك الحسابات لا والو هادي صراحه وواقع هادي صراحه وواقع وداكشي اللي وقع هادشي اللي وقع هو هذا هو هذا. اذا تبارك الله عليك وشكرا. ذكرني بالاسم الكريم. يوسف الكرت. يوسف الكرت والقرات من مدينه النيف. تبارك الله عليك سي يوسف. الى اللقاء.